وجود مخالفات انتخابية تؤثر على سير العملية الانتخابية، بالتأكيد بيتم التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وإن شاء الله يعني بحسب ما ورد إلينا أو بحسب متابعينا يعني إنه حتى الآن ما فيش مخالفات تذكر يعني أو مؤثرة على صوت العملية الانتخابية، على مسار وسير العملية الانتخابية، وبالتالي تقاريرنا المنتظمة اللي بتطلع بتقول الواقع اللي على الأرض. كمان يمكن درجة الحرارة شديدة في بداية النهار، درجة الحرارة فبيكون معدل التوسيط متوسط، لكن من المنتظر في خلال بعد ساعة الراحة دايما في الغالب بداية الساعة 5 بيكون الموظفين رجعوا من أعمالهم، بيكون درجة الحرارة انكسرت، بيبقى في الجو ألطف فبتزيد الإقبال، ولذلك احنا هنعمل راوند تاني من المتابعين لينا على الأرض إن هم يمروا على اللجان في هذا الوقت لضمان ان يعني الشفافيه والنزاهه، انه اذا كان في هذا الوقت اللي معدل التصويت فيه بيزيد يكون المتابعين بتاعنا محددين وجودهم في كذا لجنه ويقدروا يرصدوا لنا هل في مخالفات انتخابيه او لا، وبالتاكيد ده هينعكس في تقاريرنا اللي جايه اللي هنعلنها ان شاء الله من على صفحه تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين. يعني ده استحقاق تشريعي مهم، فالحقيقه يعني هو واجب على كل مواطن ان هو يشارك فيه ويدلي برايه ايا كان رايه شكله ايه، انما مهم ان احنا جميعا نشارك، والحقيقة نسبة المشاركة يعني أعتقد في اللي أنا شفته الحقيقة مش بطالة جيدة، فالحقيقة هو دور مهم عشان يعني نستكمل الإجراءات التشريعية اللازمة، وبإذن الله ده يكون يعني سبب ويؤدي بشكل كبير إلى استقرار الحياة النيابية في الفترة القادمة إن شاء الله.